صباح الخير، كيفكن؟ مع زقزقة العصافير حبيت صبحكن وقلكن انه انا بحبكن كتير واشتقت لكم كتير كتير. اليوم احبايبي رح نعمل اكلة كتير كتير طيبة، اكلة اصلا من المانيا. عندي هون 4 حبات من البطاطا بالاضافة للبصل. رح نعمل اكلة كتير كتير طيبة سهلة وسريعة. انا هون قشرتن، حتقولوا لي الحبة الرابعة وينها؟ حقلكن هيا على الطريق عم تتقشر. مثل ما شايفين هون نحن احبايبي عم نقطعهم، وبدي كمان اسلقهم. بدنا نسلقهم نص سلقة مش سلقة كاملة، ما بدي انا حبة البطاطا تنهري، بدي اياها نص سلقة لاقدر اتحكم بهيكلها الخارجي. رح نحطهم هون بالماي، يعني احلى صباح هيك. اسمعوا زقزقة هالعصافير شو حلوة. هلا رح نسلقهم نص سلقة بهيدا الوقت. انا وعم بسلقهم رح جهز البصل. عندي هون بصلتين صغار، فيكن طبعا تجيبوا بصلة كبيرة بلا البصلتين الصغار. رح قشرهم، رح فرجيكم على طريقة تقشير البصلة يعني كيفية تقطيعها. رح نقشرها وقطعها بطريقة كتير كتير سهلة. اعتمدوا هيدي الطريقة ورح يطلع معكم تطلع معكم البصلة كتير ناعمة. وإذا بتتضايقوا من ريحة البصل وهيك بدموا عينيكم مثلي وبتصيروا هيك بتبكوا، فشو بعمل أنا؟ بحط البصل بالليل بالبراد، تاني نهار بقشرها وبقطعها. فبهيدي الطريقة أبدا ما بيحرقوكم عينيكم وهيك، فبردوا البصلة قبل بالنهار. أنا هيك بعمل لأنه كتير بنزعج من ريحة البصل، وبس قطعها يعني بصور دموعي كله بيهرق. فهيك اللي أفضل طريقة. شوفوا أنا كيف هون عم قطعها، هيدي الطريقة أسهل تقطيع لحتى نحصل على البصل كتير ناعمة. هلأ فيكن تحطوها بقشرة لتاني نهار، وفيكن تحطوها بالبراد، وفيكن تحطوها للبصلة تقشروها. فانا هون حطيتها بقشرة بالبراد لانه حتى بس اقشر البصل تقشير بتضايق من ريحة البصل. هون انا فرمتها، شفتوا ناعمين، يعني حتى اذا بدي اتقصد ناعمة اكتر بتنعم اكتر. على جنب رح نجيب زبدة، فيكن تستغنوا عن الزبدة وتحطوا بديل الزبدة تحطوا زيت، هيدا الموضوع اختياري، او فيكن تحطوا شوي من زيت الزيتون. بس هي اصل هيدي الاكلة انه نحط زبدة، الزبدة بتعطيها نكهة كتير كتير رائعة. هي كمان بتنعمل هيدي الأكلة باللحم المقدد، طبعا لحم المقدد الحلال، بس رح نستخدم بديل اللحم المقدد رح نستخدم اللحمة العادية الموجودة عندنا بالبيت، كمان بتعطينا نفس النتيجة وبتعطينا نفس النكهة. هون انا بانتظار انه الزبدة تدوب، مثل ما شايفين رح ننزل اللحمة. رح نقليهم كتير منيح بالزبدة. هلا نحنا بالايام العادية وقت بدنا نقلي اللحمة ويكون في بصل، مفروض نقلي البصل نرجع نقلي اللحمة، ولكن هون نحنا شو رح نعمل؟ رح نقلي اول شي اللحمة ونرجع نقلي البصل، مش رح نقليهم بطريقة عكسية لأنه أنا ما بدي البصل تتقلى كتير لدرجة إنها تحمر. بدي إياها هيك تضل مثل الفريش، كأنه هيك منا مقلية كتير. هون مثل ما شايفين قليناها كتير منيح للحمة. هلأ رح ننزل البصل. طبعا بهيدا الوقت انا عم بسلق البطاطا نص سلقة مش سلقة كاملة ابدا. هون تقلوا عند البصلات مثل ما شايفين، انتبهوا البصل ما قليته كتير، يعني بعده نص قلاية قليته. هلأ رح نزل البهارات. بالنسبة للبهارات اللي انا بدي نزلها او التوابل سهل كتير، بدي احط الملح
بالإضافة للفلفل الأسود والبابريكا الحمراء أو الفليفل المطحون الحمراء. بس هيدول التوابل فقط اللي بتستخدم بهيدي الأكلة الألمانية، الفلفل الأسود، بابريكا الحمراء والملح. حطينا الملح، حطينا الفلفل الأسود، وهلأ رح ننزل البابريكا الحمراء كمان رشة خفيفة. البابريكا الحمراء رح تلون ورح تعطيني لون كتير حلو لهيدي الأكلة، وحتى انه رح توهم انه البصل مقمر تقمير، بس هو ابدا منه مقمر ومحمر ومقلي وهيك. يعني ببين انه هو مقلي كتير، بس هو منه مقلي كتير، مقلي نص نص قلية. هوني على جنب احبابي ظهرت انا، خلصت خلص البطاطا، سلقناهم نص سلقة، وبنقدر نقطعهم مثل وقت بدنا نعمل البطاطا الحارة، بنقطعهم مكعبات صغيرة بهيدا الشكل. فيكن هيدول المكعبات تكبروهم بعد، وفيكن تصغروهم أصغر من هيدا الحجم اللي أنا عم بعمله، بس هيدا الحجم أفضل حجم لهيدي الأكلة. فيكن طبعا تعملوا كمية كتير كبيرة، أكلة كتير 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 طيبة، بنصحكن تجربوها، سريعة جدا، تحضيرها ما بياخد وقت أبدا. هوني رح نزل البطاطا مباشرة فوق اللحمة والبصل، بعد في عندي شوي صغيري كمان رح نزلهم كمان، رح نعطيهم تقليبة كلياتهم بقلب بعض. هون عندي البطاطا كلياتها رح تتلون بسبب طبعا البابريكا الحمراء اللي حطيناها، وايضا رح تعطينا نكهه كتير طيبه. انا ما رح اضيف ملح، ليه؟ لانه انا حطيت بميه السلق شويه ملح لما سلقت البطاطا، وايضا حطيت ملح زياده بقلب اللحمه وقت قليناهم وهيك. هلا اذا بتحبوا تزيدوا ملح، شوفوا انتوا قديش بتحبوا ملح، بالنهايه الملح هو طبعا حسب الرغبه. من الآخر بدكن من الآخر، أكلة سهلة طيبة سريعة ما بتاخد وقت، بنصح فيها كل العزابي. هلأ شو رح نعمل؟ حنغطي الطنجرة ونتركن على البخار مدة شي 10 دقايق، ساعتها النكهات كلها بتطلع بقلب البطاطا المسلوقة نص سلقة. هوني خلصت عنا، شو رح أعمل هلأ؟ رح جيب البقدونس ورح نعطيهم هيك رشة خفيفة من البقدونس، وراح نخلطهم كلهم ببعض ومنقليهم لمدة دقيقتين ومنطفي تحتهم، وبيتقدم بطريقة جدا مميزة. الحلو فيه انه البطاطا مسلوقة، ولكن البطاطا منا مهترية، تحسوها كل حبة بحبتها، هيكلها جميل جدا وطعمتها ولا اروع. ان شاء الله يا رب هيدا الفيديو يكون كتير حلو وكتير حبيتوه، وتجربوا الطريقة واعطوني رأيكم تحت بالكومنتات، اكتبوا لي كومنتات كتير حلوة مثل العادي. ان شاء الله يا رب كل شي عم اقدم لكم اياه يعجبكم. ما تنسوني من اللايك اللي كتير كبير، واكيد ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة. انا هلا احبائي بدي فرجيكم على طريقة التقديم، ليكم لنا منظر واو، شي بيشهي، روعة روعة روعة. برجع بذكر بتنعمل باللحم المقدد الحلال، أو فيكن تعملوها باللحم الموجودة عندكم بالبيت. شو رأيكم؟ شي بيفتح النفس، كتير طيبة. شو هالصحن هيدا، جماله لهالصحن قد ما حلو. انا هلا بدي ودعكم، بس بدي فرجيكم انه حبة البطاطا منا مهترية، شفتوا؟ روعة. هلا بدي اقول لكم باي باي، انطروني بحلقة جديدة، إلى اللقاء.